بنحط فيه كمية السكر تبعتنا عشان اللي هو هذا أكل الخميرة. بنحرك السكر مع الحليب الدافي. كمية الخميرة اللي عندي هون نعطيها تحريكة خفيفة، نتأكد أنها ذابت مع الحليب. نحط فوقيها الزبدة، ندوبها بالحليب الدافي برضه. حطينا الملح، ندوبه مع الحليب والخميرة والسكر. هلا راح اجيب الطحين. انا هلا عامل نص الكميه هاي عندي هون، مش عامل كميه كامله. أوكي. عشان اوريدي في عندي عجين عم بخليها تخمر قبل بوقت. خلطه العجين سوري خلطه السوائل نعطيهم تقليبه. وهون ببين عندي اذا بدي طحين كمان، اذا بدي مي حليب كمان. بنغطيها بنايلون شفاف او بشكير رطب، وبنحطها بسطح دافي عندنا بالمطبخ من تقريبا ساعة لساعتين لما يتدبل حجمها. راح يصير حجمها عندي هيك. خلينا نحط هاي على جنب، خليني اغطيها شوية زيت. اوكي. عشان نقلي اللحمة. هون احنا بنسوي قاعدين حشوات البيتزا. واحطها فوق الزيت. اوكي. وبدي احمرها. هلا اللحمة هاي كيف قلت لك بدي احولها لسجق، لحمة سجق، مش سجق بالبهارات. اكيد مش سجق سجق. اكيد. بس يعني بدي اعطيها نكهة زاكية. طيب عندي هون مقلاية ثانية. حقطع فيها تومة تقطيع خشن. بس هيك حرمي فيها سنين تومة. بدي انكه الزيت بس. اوكي. هاي عندك هون يا سيدي العزيز ورق الريحان. ايوه. بدنا ننكه فيه الزيت اللي راح نقلي فيه ايش؟ صوص البندورة المعلبة الجاهزة. اوكي. روزماري كمان. يلا راح امسكها واديرها هون. ما راح تعمل الحركه هذيك عشان النار واطيه. هيك بودره ثوم، بصل، ريحان. ايوه. وتشيلي فليكس بحبها حاره شوي. حاره كثير مش شوي طبعا. بس هي لا تاكل مش حاره. لا 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 هلا شوف زاكي زاكي. بس خلصنا. بس النار هيك نقلبها. راح ارفعها زي هيك من الاطراف، شايفين كيف؟ بس شوف هاي نوع العجين سهل تسوي هاي الحركه، بس بعجينه البيتزا العاديه مستحيل تسوي هاي الحركه، راح ترجع تنزل في تنزل لتحت. اذا شفتوا مقاومه من العجين انها تثبت بشكلها ترجع بتركوها بالصينيه كمان ربع ساعه عشان راح اعبي لك اياها هلا ايش حشوه. شوفوا كميه الموتزاريلا هاي. تخيل قديش حطينا فيها جبنه. 100% هاي هلا عندي هون السوسج الكذابي او السجق الكذابي اللي هو لحم مفروم من بحره. فيري نايس. امسكها هيك. والله فنان انت يا صدام شرف. والله انك حبيبي يا ابو زوز. اسيل ابراهيم صباح الخير ويحميكم ويعطيكم العافيه. انا بحبكم واحنا بنحبك كمان. احنا بنحبك كثير. اولعها بارميزان. راح اولعها بارميزان هلا. شو هاد شو هاد؟ بقول لك خلص انت كمية الحب اللي موجودة بالبيتزا هاي مهمة. بدك تخرب بدك تخرب. مش بقول لك اذا بتضرب اوجع هاي بدك تضرب اوجع. اوديها على فرن محمى مسبقا درجة حرارة. لا الفرن الثاني ذاك درجة حرارة 230 احمى شيء بالرف التحتاني. راح اخليها ما بين 15 ل 20 دقيقة حسب بيتحمروا الاطراف. اذا تحمروا الاطراف بنطلعها دايركت ودابة الجبنة. وهلا بورجيك كيف راح يصير شكلها بس تطلع. جميل جميل جميل. هاي البيتزا صارت جاهزة، بنستنى عليها 10 دقائق تبرد عشان نقدر نطلعها من القالب. بس زيادة شوي عنا بس لذيذة لذيذة. حمرات رهيبة. بس سلم ايديك وعينيك.